ونحن نشهد في حضورهم في المؤسسات التعليمية يزاولون مهامهم كل يوم. هل هو الأكاديمية؟ هل هو المديرية؟ أم في بياض الجبال معطرا وناصحا ومنشئا ومنزلا للمنهاج ومراقبا لأداء رجال التعليم في الأقسام؟ إننا أيها السادة نواجه الإخلاقية في التنسيق الثلاثي للإدارة التربوية باستفسارات استفزازية كأننا في ضيعة أحدهم، إغلاق للهواتف كأنهم منوا بها علينا نجوم بهم. أيها الإخوة أيها الأخوات، الإطار هو البديل، على اياديكم جميعا. وموعدنا ما زال مفتوحا بمزيد من النضال تجهيزات الطلبه والطغيان. والسلام عليكم ورحمه الله.